السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضركم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware vSphere 7. موضوعنا النهاردة إن شاء الله عن الـ vCenter Server Services. الموضوع ده يعتبر مختلف شوية عن المواضيع اللي شرحناها في خلال الكورس، لأن غالبية المواضيع اللي احنا شرحناها قبل كده كان الهدف بتاعها New Configuration, Edit, Change of Setting، لكن الموضوع النهاردة هو موضوع Trouble Shooting بحت، بمعنى إن الـ vCenter Server بيتكون من مجموعة كتيرة جدا من السيرفيسز. من اكتر المشاكل اليوميه اللي بتقابلنا ان يكون في مشكله في بعض السيرفيس دي، ودايما الفي سنتر لو في اي سيرفيس فيها اي مشكله او السيرفيس واقفه او مش قادره تشتغل او ده بيعمل لنا مشكله كبيره جدا مع السيرفيس الثانيه اللي موجوده عندنا او السوليوشن الثانيه اللي معمول لها انتجريشن مع الفي سنتر، او حتى لبعض الفيتشر على الفي سنتر ما بتكونش شغال. فعلشان كده الموضوع ده مهم جدا ولازم نفهمه علشان نقدر نتعامل في الديلي تاسك والديلي اوبريشن والترابل شوتنج اللي بنقابله بشكل يومي. مبدئيا كده الفي سنتر بيتكون من مجموعه كبيره من السيرفيس، يعني ما يقارب 50 سيرفيس. طبعا العدد والاسامي بتختلف من اصدار للتاني، لكن هو بشكل الى حد ما ثابت. بدايه من فيرجن 7 غالبيه السيرفيس ما بيبقاش فيها تغيرات كتير، الا لو في فيتشر جديده انضافت واتعمل لها سيرفيس مختلفه. الرسمه دي تلخص كده السيرفيس اللي موجوده، كل سيرفيس والمعنى بتاعها. طبعا هي مش واضحه قوي هنا، فنشوفها كده على كامثله للسيرفيسز دي. طبعا في بعض السيرفيس هنا بتكون مهمه جدا ان هي لازم تشتغل طول الوقت، وفي بعض السيرفيس ما بنحتاجش نشغلها او هي ما بتشتغلش الا لما نعمل كونفيجر لسيرفيس معينه. يعني مثلا كمثال هنلاحظ هنا ان في بعض السيرفيس اللي تخص الفي سنت، تخص مثلا الفي سنتر هاي افيلابيلتي. الفي سنتر هاي افيلابيلتي اللي مثلا زي دي من الفيتشر اللي دايما بتلاقيها واقفه ما بتشتغلش الا لما احنا نيبل الفي سنتر اتش، اوتوماتيك هي بتشتغل لوحدها، يعني حتى ما بنحتاجش ان احنا نشغلها. فبالتالي السيرفيس دي لو انت لقيتها ستوب عادي جدا، دي مش هيبقى فيها اي مشكله، لان دايما بتلاقي في اتنين او تلاتة سيرفيس كده دي مش شغالة، وده زي ما قلنا بيكون ان هي السيرفيس بتاعتهم او الفيتشر بتاعتهم اصلا مش كونفيجرد على الفي سنتر، فمفيش احتياج ليه. لكن باقي السيرفيس دي لا، دي مهمة جدا عندنا. والسيرفيس اللي موجودة قدامنا دي زي ما قلنا، انا مثلا هنا كاتب اسم السيرفيس وده الديسكريبشن بتاعها او الوظيفه اللي بتقوم فيها. طبعا في بعض الحاجات بتبقى واضح هي الوظيفه بتاعتها، في بعض الحاجات بنحتاج ان احنا نسيرش ونقرا عليها شويه، لكن احنا الهدف الاساسي بالنسبه لنا ان يكون السيرفيس دي شغاله وما يكونش فيها اي من الحاله بتاعتها مش هيلسي. يعني لازم نلاحظ الايه النقطه دي. عشان كده الافضل دايما ان احنا نتعامل على السيرفيس دي بالكوماند لاين. الكوماند لاين بتوضح لنا حاله السيرفيس بشكل افضل كتير من جي اي. يعني احنا هنشوف ازاي نقدر نشوف السيرفيس دي والحاله بتاعتها ونشغلها او نوقفها من الجي اي، ونقدر برضه نشوف الكلام ده بالكوماند لاين. لكن الموضوع ده يفضل ان انت تعرف تتعامل عليه بالكوماند لاين، وده اللي احنا هنعمله النهارده ان شاء الله. طبعا لو بحوالي 5-6 كومن اللي بنحتاجهم في الموضوع ده، تشيك حالة السيرفيس، تستارت ستوب، تستارت اول، تستوب اول. الموضوع ايه بسيط جدا ان شاء الله. فدي السيرفيس اللي هي موجودة عندنا كلها. فبالتالي دي السيرفيس اللي موجودة عندنا زي ما شفنا بتختلف زي ما قلنا من اصدار للتاني، لكن مفيش الاختلاف الجوهري. طب نيجي للسؤال المهم، هو ليه اصلا السيرفيس ده هيحصل فيها مشكلة او تقف؟ يعني انت دلوقتي مجرد ما بتشغل الفي سنتر بتاعك لاول مره خلاص السيرفيس بتاعتك اشتغل والموضوع شغال بشكل ستيبل، لكن تلاحظ مثلا مره واحده تلاقي ان الويب انترفيس كفي سفير كلاينت للفي سنتر مش شغال، ممكن ما يفتحش خالص، ممكن يفتح ويقول لك نوت هيلسي، ممكن يفتح ويديك ايرور مثلا 503. في ايرورز كتير وفي مشاكل كتير، لكن هتوصلنا لنفس النتيجه ان انا مش قادر افتح الفي سفير ويب كلاينت او الفي سفير كلاينت حاليا. فبالتالي ايه الاسباب المشهوره في الكلام ده؟ طبعا في بعض الاسباب المشهوره وفي ممكن تكون اسباب تانية مثلا مش ذاكرينها هنا، لكن دي الاسباب الاشهر اللي على اساسها تحاول تحل المشكله. ليه بقى؟ لان احنا مثلا دلوقتي هقول لك ازاي تقدر تشوف السيرفيس اللي عندك والحاله بتاعتها وازاي تقدر تعمل لها ستارت تاني. طب احيانا تيجي تحاول تشغل السيرفيس لا يفيل ان هو يشغلها، ممكن تقعد تاخد وقت كتير وفي الاخر برضه ايه تفشل ان هي تستارت السيرفيس بشكل طبيعي. فبالتالي في الحاله دي لازم بقى نبدا نشوف ايه الاسباب اللي ممكن تاثر على السيرفيس بتاعتنا وتمنعها ان هي تشتغل. دي بعض الاسباب زي ما قلنا المشهوره. اشهر سبب على الموضوع ده ان يكون الديسك سبيس فول. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما حضراتكم عارفين وشفنا واحنا بنتكلم في الديبلومنت بتاع الفي سنتر زمان، ان الفي سنتر ده بيتكون من حوالي
15 ديسك، بيختلف من اصدار للتاني هيكون محوالي 15. كل ديسك من ده له وظيفه، يعني في ديسك للداتابيز، ديسك لللوجز، ديسك للاركايف، ديسك للاو اس، ديسك للبوت، يعني الديسكات دي. فاحيانا الديسكات دي بتبقى فل، المساحه بتاعتها اتملت. عمليا المفروض اصلا الديسكات دي صعب ان هي تبقى فل، لكن احيانا مثلا جا ديسك زي بتاع الداتابيز، المفروض الداتابيز ما يبقاش فل، لان لو انت عامل السايزنج بتاعك مظبوط وعدد الرصاص مظبوط وعدد الفيمز، فالمفروض المساحه دي تكون كافيه. لكن احيانا ممكن يكون بعض الباجز، ممكن يكون في مثلا ما قدرش يحذف الداتا القديمه، الكلام ده المساحه اتملت. نفس الموضوع مثلا لللوجز، ديسك بتاع اللوجز بياخد لك كل اللوجز اللي بتحصل، المفروض مثلا هي ليها كل فتره بتتحذف بشكل اوتوماتيك، لكن ممكن برضو ما اتحذفتش. طيب فبالتالي هتلاقي الديسكات اللي عندك او على الاقل ديسك واحد منهم، احنا دايما الاهم بالنسبه لنا في ديسكات معينه هنتكلم عليها، دي اصبحت فل، فبالتالي لازم تحذف بعض المساحات دي. مجرد ما تفضي المساحات دي وتحاول ترن تاني السيرفيس، ان شاء الله بتلاقي اشتغلت معاك بشكل كويس. فاحد الاسباب اللي مشهوره لو انت بتحاول تشغل السيرفيس ومش قادر تشتغل، في كوماند بسيط جدا هنكتبه في، لو احنا داخلين اس اس اتش هنعرف الحاله بتاعتنا، نفضي الديسك، نشوف الديسكات يعني اللي مليانه وبعد كده نفضيها. تاني حاجه برضو كمثال مشهور، ان انت لا ما بتلاقيش فيه مشكله في المساحات، لكن الداتابيز فيها مشكله. طبعا الفي سنتر بتاعنا شغال، الداتابيز بتاع حاليا اللي هو الابلاينس حاليا في بوستجريس، فاحيانا بيبقى فيها مشكله، وطبعا دي من أسوأ الحاجات اللي ممكن تقابلنا. هي دي نادره جدا، لكن بتبقى صعبه قوي ان احنا نقدر نترابل شوت فيها. يعني دايما بيبقى احتماليه ان انت تقدر تترابل شوت في موضوع الداتابيز وتحل المشكله فيبقى صعب شويه. ففي الغالب دايما هنا لو لقيت المشكله في الداتابيز وما انتش ما تعرفش حل اكيد، او ما عندكش اكسبيرينس كافيه في اللعبه في الداتابيز، يفضل ان تفتح كيس مع فيمور سبورت، لان هم الافضل في النقطه دي بصراحه بالنسبه للداتابيز. برضو بعد كده في مشكله تانية ممكن يكون اوبريتنج سيستم بروبلم. الاوبريتنج سيستم في الحاله بتاعتنا احنا الفي سنتر شغال فوتون، فممكن يكون في برضو مشكله في الاوبريتنج سيستم، فبالتالي برضو بتحاول تتعامل. طبعا الفوتون هو مبني على اللينكس، فلو انت عندك اكسبيرينس شويه في اللينكس ممكن تقدر تتعامل وتحل المشكله. طيب بعد كده في مش برضو احد الاسباب اللي مشهوره ان السيستم بيرفورمانس برضو يكون فيه مشكله. خلي بالك انت تلاحظ بقى ان احنا عندنا هنا في مشكلتين مشهورين، سيستم بيرفورمانس وسيستم ريسورس بروبلم. طب ايه الفرق بينهم؟ السيستم ريسورس هنا دي بتكون مشكلة ان انت مثلا مدي للفي سنتر مثلا، او هو واخد 16 جيجا ميموري مثلا، لكن خلاص هو محتاج اكتر من كده، مثلا واخد 4 CPU، لا هو محتاج اكتر من كده. فبالتالي الحل في الموضوع ده ان انت تحاول تزود الريسورسز بتاعت الفي سنتر، سواء الرامات او البروسيسور، ان انت بتشوف بقى الحالة بتاعت الفي ام الخاصة بالفي سنتر. لكن هنا مثلا يقول لك سيستم بيرفورمانس بروبلم، لا دي للعلم مش بالضروره ان السي بي يو مثلا وصل 100% او الميموري وصل 100%، لا انت ممكن يكون اقل من كده، لكن بيكون عندك مشكله في البرفورمانس على مستوى الهاردوير عندك مثلا، فمأثر على مستوى الفي ام للفي سنتر. فبالتالي خلي بالنا ممكن يكون المشكله، يعني انت ممكن مثلا في حاله زي دي ان انت مثلا تشوف ايه المشكله في الهاردوير اللي عندك يحل لك الموضوع ده، او مثلا ان انت تبدا تشوف لو في اكتر من في ام على نفس الوسط اللي عليه الفي سنتر، في يوتيلايزيشن عالي فيها فبأثر على البرفورمانس الفيزيكال، تحاول تعمل بار اوف لبعض الفيمز التانية. طبعا احنا الان الفي سنتر في حالتنا دي مش شغال، مش هينفع اقول لك مايجريت على هوست تاني، لان هيبقى الحل الاخير بالنسبه لنا ان انت تعمل ان ريجستر وريجستر للفي ام بتاع الفي سنتر على هوست تاني، فبالتالي برضو ده احد الحلول. بعد كده في برضو احد المشاكل المشهوره اللي هي ان يكون عندك مشكله في الديت او التايم، بمعنى ان الفي سنتر كاوبريتنج سيستم بياخد وقت، يا اما انت الوقت ده بيكون بياخد من الاس اكس اي نفسه او بياخد من ان تي بي سيرفر، يعني سيرفر بتاع التايم، وده الافضل. احيانا ممكن يكون في مشكله في الان تي بي سيرفر، في مشكله في مش قادر يسنكرونايز عليه، فالوقت والديت بتاع الفي سنتر اختلف، بقى في فرق كبير، او الوقت رجع لشهور او سنين قبل كده. فبالتالي لو الوقت بتاعك مش مظبوط احيان كتير تحاول تشغل السيرفيس ما تشتغلش، مجرد ما تحل مشكله التايم خلاص تلاقي الفي سنتر بتاعك السيرفيس ستارت كله هيشتغل على طول. اخر احتمال مشهور معانا موضوع انه يكون في احد السيرتيفيكت اللي على الفي سنتر اكسباير، يعني الفي سنتر بيكون في مجموعه من السيرتيفيكت، حاجات للويب، حاجات للسيرفيس اللي شغاله، فاحيانا لو في سيرتيفيكت فيها مشكله دي ممكن تاثر ان في سيرفيس تقوم. وزي ما هنشوف بعد كده ان في احيانا في بعض السيرفيس عليها ديبندنسي لسيرفيس ثانيه، بمعنى ان انت عشان تشغل السيرفيس دي لازم يكون قبلها مثلا شغل السيرفيس 1 2 3، فبالتالي لو السيرفيس الاولى دي اصلا فيها مشكله ده دي أصلاً
أثرت على مجموعة تانية بالسيرفيس إن هي ما تشتغلش، فبالتالي الموضوع بإيه بيتأثر معاك. فبالتالي لازم موضوع السيرتيفيكت دي نركز فيها برضو، وقت ما الفي سنتر السيرفيس مش قادرة تشتغل نتشيك حالة السيرتيفيكت بتاعتنا هل فيها أي شيء اكسباير. فبالتالي موضوع السيرتيفيكت ده شيء مهم جدا جدا برضو إن احنا نتشيك عليها. يعني طبعا للعلم كل الأسباب دي نقدر نشيك عليها في دقيقة بسيطة. يعني السيرتيفيكت ده هو في كوماند يقدر يشوفه لك على ضوء الـ NTP أو التايم تقدر تشيك عليه في ثواني، البرفورمانس شيك عليه، الديسك تقدر تشيك عليه بسهولة. الداتا بيز لحد ما اللي هتحتاج تبقى معقدة شوية، لكن احتمالية إن الداتا بيز يبقى فيها مشكلة بصراحة دي نادرة شوية، لأن الفي بوستجريس ده من الحاجات اللي ستيبل جدا جدا، لكن لازم تحط الاحتمالات كلها. دي بقى مجموعة الكوماند لاين اللي انت ممكن تحتاجها علشان تبدأ تتعامل مع السيرفيس. يعني لحضراتكم انت عندك طريقتين عشان تشيك على السيرفيس، ان انت ممكن من الجي او اي ان انت بتدخل على الفي سنتر سيرفر على الابلاينس، يعني على البورت 5480 وتشيك على الحالة بتاعت السيرفيس، وتقدر تعمل لها ستارت وستوب من الجي او اي. لكن الافضل انت تستعمل الكوماند، لان احيانا في الجي او اي بصراحة ما بتبقاش، يعني ممكن تلاقي سيرفيس ما ترضاش تشتغل من الويب انترفيس، مع ان انت تقدر من الكوماند لاين لو حاولت تشغلها تشتغل. فالاضمن والاشهر دايما ان الكل بتلاقي بيستعمل الكوماند لاين. واحيانا ممكن يكون في مثلا سيرفيس مقصره في الابلاينس نفسه، فانت مش قادر تفتح الويب انترفيس، لكن احنا هنشوف كل الايه الطرق دي. طبعا هي دي الكوماند، يعني حوالي 8 كوماند اللي مشهورين بالنسبه لنا او اللي انت ممكن تحتاجهم. الليست ده بيعرض لك كل السيرفيس اللي موجود عندنا، الستيتس ده بيعرض لك كل سيرفيس وهل هي ستوب ولا رانينج. لو انت عايز تشغل السيرفيس كلها مره واحده، انت لو عندك اكتر من سيرفيس واقفه عايز تشغلهم كلهم مره واحده تقدر تقول ستارت اول، عايز توقفهم كلهم مره واحده تقول لهم ستوب اول. طبعا واحد يقول لي طب انا عايز ليه اوقف السيرفيس، اقول لك لا، ده انت احيانا كتير لو انت عايز تعدل بس حاجه تكون ديب دايف شويه يقول لك ايه لازم تكون السيرفيس ديت ايه ستوب، فتقدر توقفها برضو ايه هتحتاج الكوماند ده. نيجي بعد كده لو انت عايز تشغل سيرفيس معينه، تكتب الكوماند كده وبعد كده تكتب السيرفيس نيم الاسم بتاعها وستوب برضو نفس العمليه، لان زي ما قلت لك احيانا في بقى سيرفيس بتعتمد على سيرفيس تاني عشان تشتغل، لو عملت ستارت اول ممكن ما تشتغلش. فبالتالي بنحتاج ان احنا بقى نشيك على حاجه اسمها الديبندنسي دي بقى ان انت بتشيك على كل سيرفيس لوحدها وتبدا تشوف هل ليها اي سيرفيس معتمد عليها ومحتاجه تشتغل ولا لا. كمثال مثلا ايه الديبندنسي اللي بيشتغل عندنا، اشهر السيرفيس اللي عندنا، في سيرفيس تاني كتير لازم تكون بتعتمد عليها عشان تشتغل، اللي هي الفي بي اكس دي، ده اللي يعتبر ده اللي قايم عليه الفي سنتر كله اصلا. دي مثلا عشان تشتغل لازم يكون اللوك اب سيرفيس شغاله، الفي بوستجريس شغاله، الاس في سي شغاله، واللوك اب دي شغال، اللوك اب سيرفيس عشان تشتغل يكون برضو الاتش تي تي بي بروكسي شغال. طبعا انت مش محتاج ان انت تحفظ مين اللي معتمد على مين، لان الموضوع بكل بساطه لو انت شكيت ان في سيرفيس بتحاول تشغلها ومش راضيه تشتغل خلاص تيجي تكتب الكوماند ده واسم السيرفيس يقول لك دي ديبندنس على 1 2 3، هيديك كل اسامي السيرفيس وبالتالي تقدر ايه تتعامل. طب خلونا كده نشوف الكلام ده بشكل عملي. لو احنا جينا مثلا هنا على اللاب بتاعنا ودخلنا مثلا على الفي سنتر، لو احنا شفنا مثلا الفي سنتر هنا، طبعا الفي سنتر عندنا هو شغال بشكل كويس جدا مفيش ايه اي مشكله ونقدر نلوجن عليه. لكن احيانا بقى لو بنحاول نفتح هو مش هتفتح لنا الويب انترفيس ده، او بطيء جدا، او بيهنج، او يدينا زي ما قلنا ايرور مثلا ان نوت هيلث الكلام ده، في الحاله ديت عايز تشيك على طول على السيرفيس ممكن تدخل على اسم الفي سنتر على اللي هو الفامي اللي هو الابلاينس نفسه، يعني نفس الاسم او الاي بي بتاع الفي سنتر 2.5480. طبعا هنا بتدخل بالروت والباسورد بتاع الروت. شوف هنا كان الفامي ده زي ما قلنا عليه قبل كده شيء مهم جدا بالنسبه لنا، يعني حتى انت هنا في الهيلث هنا الاوفر اول لو في اي مشكله في سيرفيس كده هيقول لك ايه نوت هيلث، يبدا يديك هنا ورننج كده. طب انا عايز اشيك على السيرفيس اللي عندي، السيرفيس، يبقى اجي هنا كده في السيرفيس هيديني لسته بكل السيرفيس اللي عندي، اللي هي نفسها اللي كنا عاملينها في الايه في الرسمه بتاعتنا. احنا كل اللي احنا محتاجينه ان السيرفيس بتاعتنا تبقى، يعني مثلا سيرفيس زي دي ابلاينس مانجمنت، ان الحاله بتاعتها تكون ستارتد ومكتوب ان هي ايه هيلث. طبعا اوتوماتيك ومانوال وكده دي ان انت بمجرد التشغيل انها تشتغل اوتوماتيك، وده طبعا الايه الافضل يعني، والحاله بتاعتها هيلث. يعني مثلا سيرفيس زي تحت هنا كده، يعني مثلا هنا مديك ان الفي سنتر عليه السيرفيس اللي اسمها في سنتر سيرفر، الحاله بتاعتها في يعني هيلثي مع ورننج. الورننج ده ممكن
يكون ان مثلا في المساحه بتاعه الديسك قرب تبقى فول، ممكن يكون مثلا ان في سيرتيفيكت هتبقى اكسباير، بتبدا انت تشيك في الموضوع ده. لكن هو ما دام هيلث احنا ممكن ايه يعني الامور عندك ما زالت بشكل شغاله بشكل ايه كويس. طبعا لو في عندك اي سيرفيس هنا مثلا زي السيرفيس اللي هي الاوتو دبليو، الاوتو دبليو دي من السيرفيس دايما اللي بتلاقيها واقفه. يعني ليه؟ لان دي ما بيشتغلش لما تشغل الفيتشر بتاعتها. زي برضو الفي سنتر هاي افيلابيلتي، لو نزلنا تحت كده هنلاقي الفي سنتر اهو، في سنتر هاي افيلابيلتي مثلا معمول ديسيبل، جميل. ولو حاولت تعمل له ستارت هيشتغل وتلاقي بعدها بثواني او دقايق وقف تاني. ليه؟ لانه الفيتشر بتاعته اصلا ما هياش، انت مش مشغل في سنتر اتش اي. لو شغلت الفي سنتر اتش اي اوتوماتيك على طول هيبقى ستارت وشغال بشكل ايه هيلثي. فعشان كده احنا بالنسبه لنا عندك حوالي 3 4 سيرفيس دايما دول واقفين مش محتاجينهم، انما باقي السيرفيس لازم تكون شغال. طبعا زي ما قلنا لو انت عندك اي سيرفيس واقفه مثلا زي دي وعايز تشغلها تعمل سيلكت هنا وتقول له ستارت. طبعا تقدر تغير الستارت تايب ده اللي هو تخليها مثلا ايه، هل هي لو فتحنا كده نغير بتاع مانيوال ولا اوتوماتيك. طبعا هو الافضل في اي سيرفيس ان هي تبقى اوتوماتيك، علشان لو الفي سنتر عمل ريستارت ان هي تشتغل اوتوماتيك، انما مانيوال دي لو هو عمل ريستارت يبقى لازم تشغل السيرفيس تاني لو انت كنت مشغلها. فالمهم هنا كده احنا شايفين الحاله بتاعت السيرفيس كلها. لكن زي ما قلت لك احيانا لما يكون في مشكله وبتحاول تشغل السيرفيس دي من الجي اي بصراحه ما بتشتغلش، يعني احيان كتير بالذات لو في مشكله كبيره في الفي سنتر، انما بالكوماند لاين افضل كتير. طيب لو عايزين بقى نشوف الكلام ده كده بالكوماند لاين، خلاص ندخل اس اس اتش على الفي سنتر. طبعا لازم تكون عامل انيبل للاس اس اتش على الفي سنتر، يعني من الاكسس هنا لازم يكون الاس اس اتش انيبل، والبشير برضو يفضل يبقى انيبل. للاس اس اتش يكفينا بس حاليا ده يكون ايه انيبل عشان نقدر نلوجن عليه. طيب فهنا انت المفروض بتكتب النيم او الاي بي بتاع الفي سنتر. طبعا هنا هننزل لها في الاس اتش وحافظ مسجل اسامي الفي سنتر، فلو دخلنا هنا على طول جميل. طبعا المفروض بتدخل بالروت بالباسورد، لكن هو لانه هنا مسجل حافظ النيم واليوزر نيم والباسورد فمش محتاجين نكتب اي شيء، انما بالنسبه لك لو انفايرمنت جديده لازم تكتب كل شيء. طيب اول شيء بقى لو احنا عايزين نشوف السيرفيس اللي عندنا كلها هل هي شغاله ولا لا، يعني او حاله السيرفيس او ليست من السيرفيس، يعني مش هنقول هل هي شغاله او مش شغاله. اول كوماند عندنا وده اللي كان يعتبر في البرزنتيشن وكنا كاتبينه، احنا لو كتبنا كده سيرفيس داش كنترول، طبعا كل الكوماند بتاع اللي بتشيك على السيرفيس دي بتلاقي سيرفيس داش كنترول، بعد كده بتكتب ايه المتغير بقى بتاعنا. لو قلنا له مثلا ليست، شوف هنا ادينا كل السيرفيس اللي موجوده اللي احنا يعتبر كنا نقدر نشوفها منين، من الجي اي. لكن هل هو هنا قايل لنا شغاله مش شغاله؟ لا، هو هنا مديك كل سيرفيس والوظيفه بتاعتها. يعني مثلا بيقول لك انت عندك في سيرفيس اسمها في سفير يو اي، اليو اي اللي هو اليوزر انترفيس، يعني دي اللي هي خاصه بالفي سفير كلاينت. السيرفيس دي طبعا لو واقفه الويب انترفيس بتاع الفي سنتر مش هيتفتح، فبالتالي يعني ده كمثال. الفي بي اكس دي، الفي بي اكس دي اهم سيرفيس لان ده اللي هو قايم عليها الايجنت بتاع الفي سنتر كله، دي برده لو مش شغاله مفيش حاجه هتبقى شغاله عندك. السيرفيس بتاع الاس بي اس دي خاصه بالستورج، دي برضو من الحاجات الكريتيكال. طبعا كله مهم عندنا لكن بيختلف يعني الشهره بتاعه كل سيرفيس. فيبقى احنا عندنا دلوقتي كده بشكل مبدئي لو انت عملت له ليست هيديك ليست بكل السيرفيس اللي عندنا. طيب قبل ما نشوف باقي السيرفيس، احنا طبعا كنا قلنا في الاسباب اللي تخلي ان السيرفيس ما تبقاش شغاله ان ممكن يبقى الديسك فل. طب انا لو عايز اعرف الديسكات بتاعه الفي سنتر هل هي فيها مشكله ولا لا، طبعا تقدر تعرفها من ناحيتين. يعني لو جينا على انترفيس، لو جينا هنا لو دخلنا على الفي سنتر ابلاينس يعني في المونيتور هنا في الديسك هيدينا هو كل الديسكات وكل ديسك والمساحه. يعني هنا عامل لنا مثلا حوالي 16 ديسك، ده الفي سنتر ابديت 2 مدينا مثلا يقول لك ديسك 1 ده الروت. ولو انت عملت ايديت سيتنج على الفي بتاع الفي سنتر هتلاقي الديسكات دي، يعني مثلا يقول لك ده مساحته مثلا 47 جيجا، مستخدم منه كام؟ حوالي 12%. احنا اهم ديسكات بالنسبه لنا اللي هي الكور واللوج والداتابيز، دول لو فيهم اي مشكله وفل الفي سنتر بالنسبه لك ما بيشتغلش، يعني دايما نخلي بالنا من النقطه دي. فهنا مثلا هتلاحظ ان كله يقول لك مثلا مستعمل 14 وشويه في الميه، مستعمل 7%، فكده انت عندك مساحه كافيه يعني. فبالتالي الديسكات هنا تقدر تشوف الحاله بتاعتها. ولو عايز تشوف برضو حاله الداتابيز تقدر تشوفها من هنا، يعني كيوتيلايزيشن وكاوفر اول يوتيلايزيشن والسبيس وكده، فدي انت تقدر تشوفها من جي اي. طب لو من كوماند لاين، لو انت جيت هنا وكتبت دي اف داش اتش
وعمل لنا هنا، جاب لنا برضو كل الديسكات اللي موجوده فين على الفي سنتر واليوزج اللي منها. يعني مثلا كمثال احنا كنا بنقول عندنا مثلا اللي هي الكور اهيت والداتابيز واللوج. انا ليه بذكر الثلاثه؟ لان دول اشهر ثلاثه ديسك احيانا بيتعمل لهم فول والتالي بتحتاج تمسح فيهم. طيب يعني بالذات اللوجز ده بيحصل الموضوع ده كتير. شوف هنا بيقول لك ايه اهم حاجه بالنسبه لنا، اليوسج كام؟ 16%. خلاص دايما هو اصلا لو انت وصلت ل 70% او 80% هو بيديك ورننج اصلا على الفي سنتر ان انت تبدا ايه تاخد اكشن على الديسك. تدخل هنا تشوف انهي ديسك اللي فول وتبدا بقى ليها طريقه معينه بكوماند لاين معينه ان انت تفضي المساحات دي. فالمهم حاليا احنا بالنسبه لنا هنا ما فيش اي حاجه وصلت 100%، لانه لو وصل 100% الفي سنتر بتاعك ما بيشتغلش. انما عندنا كله هو اقصى حاجه مثلا اللايف سايكل ده وصل كام؟ 37%، الباقي كله مساحات كافيه يعني. طيب فبالتالي ده بس كنقطة كده الكوماند ده كنا عايزين نشوفه علشان لو انت حابب تشوف تشيك على حالة الديسك هل هو ده سبب المشكلة ولا لا. طيب نيجي بقى لتاني كوماند عندنا احنا دلوقتي بالنسبة للسيرفيس كنترول او الكوماند بتاعت السيرفيس. احنا شفنا اللي هو الكوماند الخاص بالليست وده هيعرض لك كل السيرفيس اللي موجودة بديسكريبشن عنها. طيب لو احنا بقى عايزين نشوف ايه السيرفيس اللي شغاله وايه السيرفيس اللي مش شغاله، خلينا نعمل بس كلير كده علشان ناخد الشاشه من فوق ويبقى الكلام واضح. لو احنا مثلا عايزين نعرف كل سيرفيس الحاله بتاعتها هل هي شغاله ولا لا، لو انت جيت كتبت نفس الكوماند وكتبت بس ستيتس كده، شوف بقى الجميل عندنا قال لك السيرفيس الرننج، شوف هو بيقسمها لك رننج وستوب. الرننج اهي كل السيرفيس دي عندنا كده رننج، طبعا نفس اللي احنا شفناه في جي اي يعني. انما الستوب ده قال لك انت عندك السيرفيس اللي اسمها في ام كام وامج بيلدر ونت دمبر وار بي تي واتش والفي سي اتش اي اللي هي نفس السيرفيس اللي شفناها هناك، يعني دي بتاع اللي هو الامج بيلدر ودي بتاعت حاجه ثانيه خاصه باللوجز وده الفي سنتر اتش اي. طبعا كل السيرفيس دي احنا مش محتاجينها ان هي تشتغل، يعني انا زي ما قلت لك يكاد يكون نادر جدا ان انت توصل ان السيرفيس عندك دي تكون شغاله 100%. ليه؟ لان السيرفيس دي معتمده على فيتشر ثانيه، فبالتالي لو ما اشتغلتش مش مشكله. ليه؟ لان الفيتشر الثانيه دي اصلا انا مش مستخدمها، لان لو استخدمتها المفروض هي تشتغل بشكل اوتوماتيك. لكن السيرفيس اللي فوق دي دي لو حصل فيها مشكله ووقفت استحاله هتاثر على شغل عندك. يعني مثلا انا من فتره قابلني كده مشكله في سيرفيس معينه، دي كانت اول مره يقابلني مشكله فيها، السيرفيس اللي اسمها دبليو سي بي. السيرفيس دي لو وقفت بتعمل يعني بتاثر على حاجات كتير، لكن اثرت على حاجه غريبه جدا. الفي سنتر عندي الفي سنتر سيرفر برانس انا عامل له سكيدجول للباك اب، ديلي باك اب عن طريق اللي هو النيتف باك اب اللي في الفي سنتر. فلو السيرفيس دي وقفت الديلي باك اب ده او السكادجول بتاع الباك اب مش هيحصل بشكل ايه؟ اوتوماتيك. لازم السيرفيس دي تعمل لها ستارت وتشتغل. يعني كان السيناريو لما بديت اشوف لقيت الفي سنتر ما خدش باك اب في اليوم ده، فلما قعدت اشيك المساحات في الفي سنتر مظبوطه السيرفيس شغاله. طب ايه المشكله؟ ان السيرفيس دي كانت واقفه. فالسيرفيس دي اول ما شغلتها الباك اب يشتغل معاك على طول. فاحيانا هنا بتلاقي في سيرفيس اصلا حتى التفسير بتاعها مشهور ان هو لسبب معين، لكن تلاقيه بتاثر على سيرفيس ثانيه او سوليوشن ثانيه انت شغال عليها او حاجه سوليوشن ثانيه عامل انتجريشن معاها. فدايما الموضوع السيرفيس دي من الحاجات اللي باستمرار واختلاف انفيرمنت للتاني هتلاقي الموضوع مفيد جدا وبتكتشف فيه تفاصيل كتير. فدايما السيرفيس زي ما قلنا من اهم الحاجات ان هي تكون شغاله وشغاله بشكل هيلثي. طيب لو احنا مثلا بقى على فرض كده لقينا ان السيرفيس بتاعتنا ستوب وانا عايز اشغلها، طيب ناخد الموضوع بالعكس. لو انا عايز اوقف السيرفيس اصلا كلها اللي عندي، لو انا جيت كده قلت له ستوب تاش داش قول، انا كده هعمل ايه؟ انا هوقف كل السيرفيس دي. طيب واحد يقول لي طب هل انا ممكن احتاج ان انا اعمل حاجه زي كده؟ ده للعلم في زي ما قلنا من شويه كده احيانا في بعض الترابل شوتنج في الحاجات اللي هي ادفانسد شويه او هتغير شيء في الفي سنتر، فبالتالي لازم تكون السيرفيس ايه؟ ستوب. يعني احد الامثله المشهوره على كده في يعتبر زي باج كده في بعض الفيرجنات في الفي سنتر، ان انت لو مثلا عملت ريموف لاحد الاي 6 اي من الفي سنتر ورجعت ضفته تاني يرفض ان الاي 6 اي ده ينضاف، ودي مشكله مشهوره يعني اكيد كتير منكم تعرفوها. طب ده بيبقى سبب ايه؟ بسبب ان اللوكال داتا ستور اسمها مازال موجود في الداتابيس بتاع الفي سنتر. المنطقه ان انت لما بتريموف اي 6 اي
او تعمل له ديسكونكت وريموف يعني من الفي سنتر، فبالتالي كل المعلومات بتاعته بتختفي من الداتا بيز بتاع الفي سنتر. لكن في كده احيانا اسم اللوكال داتا ستور ما بتتحذفش، فانت لما تيجي تضيفه تاني يقول لك لا انا مش قادر اضيفه علشان فيه لوكال داتا ستور موجود عندي بنفس الاسم. تشيك على كل الاسطوات تلاقي ما فيش اي اس اكس اي واخد نفس الاسم طبيعه الحال يعني. طب الحل بتاعها ايه؟ ان انت لازم تدخل على الداتا بيز بتاعه الفي سنتر وتحذف اسم اللوكال داتا ستور دي. طب علشان تعمل الكلام ده لازم توقف السيرفيس كلها، لان لو انت هتغير، خدها قاعده كده، لو انت هتغير في الداتا بيز بتاعه الفي سنتر، طبعا ده موضوع كريتيكال يعني ايه، ما يفضلش اي حد يلعب فيها لما يكون واخد يعني باك اب وسناب شوت والكلام ده. فلو انت هتغير في اي شيء في الداتا بيز الخاصه بالفي سنتر لازم توقف السيرفيس كلها. ليه؟ لان انت لو سايب ان السيرفيس شغاله فمعنى كده ان انت ممكن شخص يدخل يضيف حاجه، يعدل حاجه، يكريت في ام، وده كله بيعدل في الداتابيس، فانت في نفس الوقت بتعمل ريموف وفي حد بيعمل اديت، فممكن ده يعمل لك ايه مشكله، يكراش الداتابيس خالص. فلما انت توقف كده خلاص هو مفيش حد يقدر ياكسس الفي سنتر ولا يعمل اي شيء. فموضوع ان انت تستوب السيرفيس ده مهم جدا، او تستوب سيرفيس معينه زي ما نشوف ليها الكوماند بتاعها. طيب حاليا كده المفروض هو قال لك سكسسفول، هو ان هو قفل وقف السيرفيس كلها يعني. انا حتى لو رجعنا تاني كده وقلنا له، قول لنا الحاله كده بتاع السيرفيس، شوف بقى المره دي ايه اللي حصل. قال لك اللي ستوب كله ستوب، يعني كلمه راننج اصلا ما عادش لها وجود، كل السيرفيس هي ستوب لان انا وقفت السيرفيس كلها. طيب لو حتى احنا دلوقتي بقى لو جينا على الفي سنتر بتاعنا، شوف احنا كنا فاتحينه من شويه، لو انا عملت ريفريش كده للويب براوزر هشوف قفل خالص يعني، حتى مش مديك نوت هيلسي، لا نوت هيلسي ده ان في سيرفيس مش بعض السيرفيس مش شغاله، لكن احنا في حالتنا دي لا، ده كل السيرفيس ايه واقفه. شوف هو ما عادش له وجود، هو اصلا مش قادر يكونكت على الاي بي ده خلاص، هو ما عادش له وجود اصلا يعني. هتعمل بنج تلاقيه شغال معاك لان هو كفي ام شغال. لو جينا هنا في الابلاينس وقلنا له ريفريش كده نشوف اللي هي الحاله، طيب نعمل لوجن عليه، شوف مش قادر يلوجن. ليه؟ لان كل السيرفيس اللي فيه وقفت. عشان كده بيبقى مهم جدا ان احنا نشغل يعني، هو طبعا هي مش قادر يلوجن عشان حتى السيرفيس بتاعت الابلاينس نفسه مش شغاله. فعشان كده زي ما بقول لك ايه، مهم جدا ان انت تعرف تتعامل بالكوماند لاين، لان في الحاله دي كويب انترفيس مش هتقدر تشغل السيرفيس. طيب لو انا عايز اشغل السيرفيس تاني خلاص عادي نفس الكوماند، بس انا هقول له بس يعني بدل ستوب هقول له ستارت. لو جينا تحت كده ستارت، هو ايه اللي هيعمل دلوقتي؟ هيبدا يشغل كل الايه السيرفيس. طبعا عشان يشغل السيرفيس دي بتاخد يعني ممكن تاخد دقيقه دقيقتين ثلاثه حسب يعني ايه السيرفيس عندك، بالذات لو انت عامل لها ستوب عمليه الستارت ما بتاخدش وقت كتير، انما لو هي اصلا كان في مشكله في ان السيرفيس بعضها مش شغال، فانت لما تيجي تعمل ستارت ده احيانا بتاخد وقت اكتر عشان الديبندنسي ممكن يكون ايه في بعض السيرفيس اشتغلت قبل التانية فما اشتغلتش. طبعا لو انت اصلا عندك مشكلة ان في مشكلة في السيرفيس، ممكن بدل ما انت تقعد ترن الكوماند والكلام ده اعمل ريستارت للفي سنتر كفي ام، لان هو كده بيشغلها ويشغلها بالترتيب الصحيح. لكن احيانا مع الريستارت تلاقي في بعض السيرفيس ما اشتغلتش، فطبعا في الحالة دي لازم الاول تشيك ان مفيش عندك اي مشكلة من ناحية مثلا مساحة الديسكات، مفيش مشكلة مثلا في ناحية الاوبريتنج سيستم، مفيش مشكلة في السيرفيس، التايم مظبوط، الحاجات ديت ايه كلها مظبوط. طبعا انت ممكن من هنا لو كتبت كلمة ديت وكده هيقول لك التايم والديت كام بالظبط يعني، لان احيانا مثلا سيناريو زي اللي احنا فيه ده احنا مش قادرين نكونكت حتى على الابلاينس نفسه، ان انا شايك هل هو قادر يكونكت على الان تي بي سيرفر ولا بياخد وقت من اللوكال هوست. فطبعا الموضوع بيكون احيانا مفيش طريقه الا ان انت تستعمل الكوماند لاين. طبعا واحد ممكن يقول لي طب حاليا لو مثلا انا ما كنتش عامل انيبل للاس اس اتش، طب انا هدخل على مثلا بالبوت كده كاس اس اتش على الفي سنتر ازاي؟ اقول لك لو انت ما كنتش عامل انيبل للاس اس اتش في الحاله ديت يبقى لازم تدخل بقى على الهوست اللي عليه الفي ام بتاعت الفي سنتر، وبالتالي تدخل ككونسول على الفي سنتر تلوجن بالروت والباسورد، ومن خلاله تقدر تعمل ستارت لل يعني ممكن ترن الكوماند دي كلها، او على الاقل تنيبل للاس اس اتش وبعد كده تدخل بكوماند لاين. طبعا هو الافضل يبقى عن طريق الاس اس اتش من هنا كبوتي، لان هنا تقدر تاخد كوبي للكوماند وكده، لو دخلت من الكونسول للفي سنتر بيبقى صعب ان انت تاخد كوبي يعني. لكن في الحالة دي بس انت محتاج الفي سنتر تدخل من الكونسول كفي ام يعني، بس ان انت تعمل انيبل للاس اس اتش وخلاص، وبعد كده تكونكت عليه عن طريق البوتي مثلا زي ما احنا شغالين كده.
زي ما قلت لكم ان انت تشغل السيرفيس كلها ده بياخد وقت شوية، زي ما قلت لك يعني، لان في سيرفيس ما بينفعش تشتغل كلها مرة واحدة، لان في بعض السيرفيس لا ديبندنس يعني بيشتغل بترتيب معين، وده الصح يعني. فده احيانا ممكن تاخد دقيقتين ثلاثة، ده المتوسط بتاعها يعني. احيانا ممكن زيادة عن كده شوية، دايما لو انت برودكشن والدنيا عندك كبيرة سيبه لغاية 10 دقايق، مفيش مشكلة يعني. لو زيادة عن 10 دقايق او كده لا تبدأ تقلق لانه في مشكلة وفي سيرفيس مش قادر يشغلها يعني. حاليا خلاص السيرفيس كده المفروض كلها اشتغلت، لان ما دام ادينا كله سكسسفول في الاخر وكده يبقى المفروض ان السيرفيس اشتغل. طب لو عايزين نشيك على تاني نشوف كده الحالة بتاعتنا الستاتس، نشوف السيرفيس تمام. شوف هنلاحظ هنا ان خلاص شوف كلمة راننج زارت وبقى غالبية السيرفيس جوه. هتلاحظ ان السيرفيس اللي هي كانت في الاول اللي هي قلنا ما بتشتغلش خالص، اللي هي الفي كام الايمج بيلدر الكلام ده زي ما هي، احيانا ممكن يديك سكسسفول لكن تلاقي في مثلا سيرفيس او اتنين او تلاته محتاجينها ولسه ما اشتغلتش، خلاص تقدر تشغلها 1 باي 1. طبعا المفروض احنا في الحالة دي لو رجعنا تاني على الفي سنتر لسه ما فتحش، لو عملنا بس ريفريش بدا كده ان هو يشتغل معانا اهوت، وصفحه اللوجن ظهرت معانا دي اللي كانت قبل كده مش موجوده. ومثلا الابلاينس اللي هو كان رافض ان يقدر يعمل لوجن، لو عملنا لوجن تاني شوف فتح معانا. حتى لو جينا في السمري بتاع الفي سنتر هتلاحظ ان كل حاجه الاوفر اول الهيلث مظبوط، الريسورسز اللي عندك، السيرفيس، كل شيء عندك شغال مظبوط. فبالتالي كده السيرفيس اشتغلت بشكل تام 100% ممتاز. خد الفي سنتر عندنا فتح وتقدر تتعامل بقى عادي مفيش اي مشكله. طب على فرض ان مثلا في بعض السيرفيس، لو عملنا بس كده كلير، لو في بعض السيرفيس مثلا سيرفيس او اتنين احنا كنا احتاجنا ان نعمل لها ستوب او ما اشتغلتش اصلا فانا محتاج اعمل لها ستارت، تقدر ان انت تشغل سيرفيس باي سيرفيس. يعني لو جيت مثلا هنا كتبت نفس الكومنت وقلت له مثلا ستارت، بدل ما بقول ستارت اول لا تقدر تكتب ايه اسم السيرفيس اللي انت محتاجها. فمثلا لو انت عايز تشغل سيرفيس مثلا زي الفي بي اكس دي فيها مشكله هقول له مين في بي اكس دي هيبدا يشغل. طبعا هي شغاله بالفعل فما فيش فيها اي مشكله، احنا بس بنشوف كمثال. فلو انت عايز تشغل سيرفيس معينه يفضل انت بتكتب بالايه بالشكل ده. وده احيانا كتير بتقابلنا لو احنا عملنا ستارت اول ولقيت لسه في مجموعه من السيرفيس كتيره مش شغاله، لا ابدا شغلهم بقى سيرفيس بسيرفيس. نفس الموضوع لو انت عايز توقف سيرفيس معينه يبقى ستوب وتكتب ايه اسم السيرفيس مثلا في بي اكس دي او ايا كان اسم السيرفيس اللي انت محتاجه. طيب احيانا بقى لما بتيجي تشغل سيرفيس معينه بتلاحظ ان السيرفيس دي برضه مش راضيه تشتغل. ليه بقى؟ احد اهم الاحتمالات ان السيرفيس دي مش راضيه تشتغل ان السيرفيس دي في بعض الديبندنس عليها، يعني في بعض السيرفيس تانية لازم تكون شغاله علشان هي تشتغل. طب لو انا عايز اعرف مثلا كمثال سيرفيس زي الفي بي اكس تي احنا مثلا شفناها عايزين تشتغل وعايز اعرف ايه الديبندنس عليها، يعني ايه السيرفيس الثانيه اللي لازم تكون شغاله. في الحاله ديت لو احنا جينا كده قلت له سيرفيس بارت كنترول، احنا قلنا كل الكوماند بتاع السيرفيس بتبدا، انا اقول له ليست داش ديبندنسز وبعد كده اسم السيرفيس مثلا في بي اكس دي وانا اقول له انتر. شوف هنا دلوقتي قال لك ان لازم اللوك اب سيرفيس تكون شغاله، الفي بوستجريس، الفي بي اكس دي سيرفيس، دي كلها تكون ايه شغاله. لو انت مثلا عندك اي سيرفيس ثانيه محتاج تشيك عليها يعني مثلا ممكن نقول له طيب هل مثلا اللوك اب سيرفيس، اللوك اب سيرفيس دي انت بتقدر تعمل بحث وللانفنتوري في الفي سنتر، لو كتبناها كده لوك اب مثلا اس في سي اقول له انتر. قال لك دي مثلا لازم يكون شغال الار اتش بروكسي والفيم وير في بوستجريس. فبالتالي دي مهمه جدا علشان احيانا بتيجي تشغل سيرفيس معينه تلاقي مش هتشتغل علشان في سيرفيس ثانيه معتمده عليها، فبالتالي خلاص تشغلهم واحده واحده. وده سيناريو مشهور جدا وكتير جدا الموضوع ده بيقابلنا، ان انت تيجي تران سيرفيس بسيرفيس او سيرف او ستارت اول ما تشتغلش، طب اجي اشغل السيرفيس يقول لك مش هتقدر تشتغل، وما بيوضح لكش بقى ان ايه المشكله. يعني احيانا ممكن يقول في مشكله في الديبندنس، احيانا تلاقي مديك كلام كتير كده وخلاص فاحنا مش فاهمين ايه السبب بتاعها. فالكوماند بتاع الديبندنس ده من اهم الكوماند اللي مهمه جدا 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 عشان تشوف الترتيب بتاع السيرفيس عندك. يبقى هو ده كده الموضوع بتاعنا النهارده اللي كنا عايزين نتكلم فيه، موضوع اللي هو السيرفيس عندنا
موضوع السيرفيس عندنا شيء مهم جدا. الكوماند دي لازم تكون كاتبها عندك، يعني مفيش شيء بيتحفظ، انت مع الوقت هتحفظ يعني ايه الكتابة بتاعتها، لكن الكوماند دي مهمة جدا جدا عندك. ليست يعرض لك السيرفيس كلها، ستيتس الحالة بتاعتها ايه، الرننج والستوب، عايز تشغلهم ستارت تقول نفع اشتغل معاك كلهم، كان بها ما نفعش يبقى تيجي على سيرفيس بسيرفيس تشتغل. لو السيرفيس اشتغلت معاك سيرفيس واحده اشتغلت، طب رفض ان هي تشتغل، طب تشيك على الديبندنسي علشان تشوف هل هي السيرفيس مش هتقدر تشتغل علشان معتمد على سيرفيس تانية ولا لا، فتبدا تتعامل بالشكل ده. الموضوع ده من اهم المواضيع جدا اللي لازم نكون على علم بيه. الكوماند دي تحفظها عندك كده، لازم تكون مكتوب على الجهاز بتاعك كده في نوت باد ولا حاجه عشان تاخدها كوبي بواسطه على طول، لان من المشاكل اللي زي ما قلنا المشهورة جدا بالنسبة للفي سنتر ان السيرفيس بتاعته تقف. وطبعا وضحنا ايه الاسباب اللي ممكن توصلك ان السيرفيس دي ما تشتغلش معاك. ده كده كان موضوعنا النهاردة، وشكرا ليكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. السلام عليكم.